سمعالك نظم؟ سمعالك نظم يا سلام. وأنا سمعت النظم وحياتك. أنا ذات في الفاصل. يا محمد يمكن الغنية دي لقت رواج كبير صحيح. كبير شديد يعني في الفترة الأخيرة. والناس بدأت ترددها في كل صح. الفئات العمرية يعني سامع لك نظم والحكاية شو؟ لأنه النظم كتير النظم في الناس كتير النظم صح. على السوشيال ميديا بقى كتير كتير جدا وأنت عن نفسك يوميا في كل صباح في كل مساء بتسمع عنك نظم الكلام اللي ما يتقال والكلام اللي حتى اللي ما يتكتب صحيح. حتسمع كلام عنك بلسانك صح. وأنت ما قلت الكلام يجيبوا لك كلام من أي مكان في الدنيا والكلام يطلع هو كذب ويكون هو ما حقيقي ويفترع. لكن جميل لما يكون انه في شاعر يعيش الاحساس واكتب سامع لك نظم باحساس ويسكبه هو كالعاده على الورق وتغنى بجميل الاغنيات اغنيه سامع لك نظم هي واحده من الاغنيات السودانيه الان اللي اصبحت مشهوره ومسيطره على وسائل التواصل الاجتماعي لشهرتها ولمكانتها ولانتشارها واحد من الفنانين الخليجيين اللي هو حيتغنى بهذه الأغنية اللي بنسمع عليها بنسمعها على مستوى محطات الـ FM في المركبات الخاصة والعامة وعلى البتريات الحاجة دي إيه؟ حاجة جميلة شديد كونه إنه فنان السوداني يمشي يعني كل الدول العربية صحيح. تسمعه وما هي المرة الأولى الحمد لله يعني الفن السوداني واصل لدول كثيرة جدا عربية وبقينا الحمد لله الكلمة المفردة السودانية واصلة برقتها وبنعومتها وببساطتها وتلقائيتها بيفهمونا وبحاولوا إنه يقلدونا أو يشيلوا غنانا عشان يتغنوا بهم ودي حاجة صحيح. جميلة جدا من حي والله صراحة كل الناس اللي بتشارك فيه إنه الفن السوداني يرتقي ويصبح عالمي وليس محلي فقط يا ريت هذا ما نتمناه أيوة. عبد المرضي هو شعرنا صاحب كلمات أغنية سامع لك نظم سامع لك نظم ما سامع لك سامع لك نظم سامع لك إيه بعد ذاك اللهجة اللهجة في الشمال دخلت عدت على مستوى الكتابة في الأغنية عبد الله كيف حالك إن شاء الله بخير حباب خليفة الله محمد يوسف حباب أستاذ عمل وأشكركم على الاستضافة وأحيي كل المشاهدين وتحية خاصة للفنان حافظ موسى له تحية والله الفنان والملحن والمؤدي الأول للأغنية أغنية سامع لك نظم والتحية لكل فنان ساهم في انتشار ونقل الأغنية تحية لهم كلهم يعني هم على رأسهم الفنان حافظ موسى الفنان الطيب عقاد الفنان حسين الصادق يحفر السقيد لهم التحية كلهم لو حتى لو يعني كلهم ما بيذكر أصلاً الأغنية يعني تصل التحيات لكن لا يحلو المساء لا يحلو المساء يا عبد الله وإلا نحن نسمع كلمات أغنية سامع لك نظم ما في مانع حياك أنا ما توقعتها لا وبجد منصدم أصلك ما براه سامع لك نظم ما حصل اتصل ما رديت عليه وريني الكلام أجابوه ليك ريتك بوفا ما تلومت فيك الحيرننا وين الطيبة دي قالوا لك شنو أجابوا الكلام اتغيرت ليه وبقيت ماك تمام ديل دايرين لنا الشقة والألام ما تخلي العوازل يخربوا النظام قبال ما جراحك لية نويعة ما تضيق الغرارات يا زول راجعة انت قلوب عمدا قصدك توجعة والله الدبلة مالك طاني مرجعة اتغيرت ليه اتغيرت ليه وبقيت ماك ولوف بكيت العيون بكيت الحروف عذرك بقبله ليك بقول ظروف غيرك ما بري لا يوم الوقوف اصلك ما برا سامع لك نظم الله يا عليك. سلام عبد الله والله نحن يعني سعيدين جدا بانه تطيل معانا الليله ونسمعها مباشره منك انت وتعليقات الناس حواليك لما سمعوا الغنية دي وكل الناس بقت ترددها صغار وكبار كلهم بيقولوا سامع لك نظم الحاجه دي جميله شديد تعليقات شنو والراوة اللي عملته الاغنية دي والله هو يعني شعور جميل شديد يعني كل ما تمشي في مكان تشوف يعني تشوف كلماتك يعني تحس حاجة كده
تفخر بس بنفسك كذي ما عارف غايته حاجة كذي بيجيك شعور زي ده كذي ما شنو الكلمات والقصائد اللي ممكن أقول إنه قصيدة توأم بالنسبة لأغنية بتسمع لك نظم نص تاني تسمعنا اليوم نص أي نص لك ما تشاء من من كلماتك أولا أحيي الأهل بذكرني وأحيي الوالدة والوالد وأقول نص بقول ما بوفيك يا يمه ومهما أبدحت فيه غناي منو الغيرك تلوت الليل بشيل عينه صاحية معاي بحر أشواقي دون مرسى أشوفك كل لحظة مناي ومن من بعد تحنان هو غيرك مين بيروي ضماي حنك فاق حنينين ليك وحن القمر في القوقاي ويوم ما يحرني هاري علي بلقاك غير مظالة سماي منو البفرح عشان فرحي وبيواسيني في ماساي غيرك يا أحن إنسانة ريدك في مجاري دماي نعمة الله لا يحرمني منك أصله في دنياي تحت قدامك أنت الجنة وصفك أغلى حاجة جواي دوام بتغرب بتخيل تنادي لي تقولي جناية سامر في السكون الطيف أبكي ومني لي وبراي هالك الصحة مر الشوق وحر الفرقة وأسفاي أسهر الليل معاد دوبيت ومرة أحاول الشاشاي وما بوفيك يا يمه ومهما أبدحت فيه غناي منو الغير يكتلوت الليل بشيلي عينه صاحية معاه نبنى هديها صراحة لكل الأمهات يا سلام عليك يا عبد الله يا سلام عليك كل الأمهات بنهديهم المساحة الشعرية الجميلة اللي انت أهديتها والله دي التحية لكل الله. الأمهات و... وإن شاء الله يعني والكلام ما بندوم حقهم بالكلام أبدا فعلا. والله فعلا ما بيه فيه نص حقهم كلام ما بيه فيه أي والله أي والله عبد الله أغنية بتسامع لك نظم وبالإيقاعات السودانية والصوت السوداني انطلقت للعالم العربي والخليجي توقيع عقد لهذه الأغنية بأن تغنى في الخليج وبصوت واحد من الفنانين الخليجيين خلينا أقول كلمنا عن هذا الاتفاق والعقد الجديد اللي بخص الأغنية والله الأغنية طبعا هو تم التوقيع على العقد إنه يشتغل الفنان الإماراتي ده يعني بتسمعوه في في الأيام الجاية إن شاء الله زي ما شايفين الآن في الشاشة التوقيع على الأوراق ده التوقيع بمكتب الأستاذ والصحفي والإعلامي هيثم كابو ليه الدحية برضه الأغنية حتغنى 200 تفاصيل العقد هل إنه مثلا أكيد نحن في انتظار إنه حتى على مستوى محطات الـ FM في الخليج دي تاني بتكون حاجة يعني دي بتخص الفنان ما يعني ما لا تفاصيل التسجيل بالنسبة للأغنية هل إنه في ميعاد لتسجيل الأغنية مثلا هل هو فيهم بعض من الكلمات السودانية مثلا ولا شنو حيدخل على بعض من الشيء في تواصل بيني وبين الأستاذ هيثم كابو يعني لو موعد التسجيل حتسجل في الإمارات ولا في السودان؟ حتسجل تقريبا حتتبث في الإمارات وفي السودان يعني في في القنوات السودانية دي لكن ما متأكد من هذا على حسب شروط الاتفاق الموقعة بينكم طيب نقول أول الغيث قطرة فإنه كونه أول كلماتك وقصائدك تطلع للبر السودان خارج الحدود وتغنى على أصوات فناني الخليج وأنا كثير أحبكم وأعشق الفن الخليجي بصورة كبيرة جدا وأوعدك أغنية سامعنك نظم على أي من كام فنان إماراتي أو خليجي أنا حخليها نغمة رنين على جوالي والله الله يعزك ويكرمك يا أخي والله دي هي نقلة نقلة كبيرة يعني بالنسبة لي أنا نقلة كبيرة شديد ما سهلة صحيح صحيح عبد الله يمكن يعني خلاص القوافي في حضرتك هي في حين الوداع فحابين نسمع آخر أعمالك من خلال المساحة دي والمستقبل عندك أكيد أبوابه مشرعة وكبيرة شديد يعني والله الأعمال اللي يعني أصلاً نحن أغانينا دي في المنطقة هنا كلها أغانينا كثيرة يعني دي أداب نحن زي ما تقولي لمينا في القومية دابنا بيجينا ننقل في الأغاني من هناك بنجيبها على على الموسيقى جاي لاقي الدنيا نحن هناك ناس طنبور وناس دلوكة لكن هسي أداب يعني خلال الآلات الموسيقية الجديدة والحديثة يا أداب هسي بيجينا ننقل في الأغاني جاي طبعا هنا الإعلام ناس دي هناك البلد ظالمة إعلام يعني هسي أغنية سامع لك نظم دي
اتكتبت تقريبا 2016 ويتغنت 2016 2017 تقريبا كذا. ايوه ما انتشرت يعني لحسن. انتشرت 2000 مش الف حسي بس يكون يعني احتمال سنه او سنه. ايوه 2021 2021 بعد 5 سنوات من انتاجها. يلا ما في اعلام يعني الاغنيه هي فين هناك يعني في المنطقه معروفه لكن ما حسي الاغنيه بقى ما بيلاقيني زول انا في مكان يعني ما بيعرف سامع لك نظيم قليل اللي يبقى زول اصلا ما عنده شغاله مع مجال الفن ده لكن ما في الله يوفقك والله ان شاء الله يا عبد الله ولسه نسمع عنك وكثير من القصائد تغنى عشان تطلع المفرده السودانيه الى العربيه والعالميه يا امل ان شاء الله والله ونحن سعيدين وفخر لنا انه غنانا السمح السوداني ينتشر ويمشي الخليج ويتغن به فنانين الخليج بتفاصيل اللهجه السودانيه الجميله حابين انها هي تصل العالم ما فقط العربيا أو إن هي تكون في إطار المحلية شوية زي ما قال محمد أول القيث قطرة وستيب باي ستيب أكيد حنصل بغنانا الجميل ده لكل العالم مشاهدينا فاصل ونرجع لكم.